كانش قصدي، ما كانش قصدي. عايزة تموتيني؟ لا لا لا، بعيد عني، بعيد عني. مش هتقدري تموتيني يا فريدة، مش هتقدري تموتيني. بس سكتي الواد اللي بيعيط ده، مش عايزة اسمع صوت عيالي، مش عايزة اسمع صوت عيالي، مش عايزة اسمع صوت عيالي، مش عايزة، مش عايزة، مش عايزة اسمع صوت عيالي. بحرام. عايز ايه؟ انت كمان عايز ايه؟ جاي عايز ايه؟ لا تخونيش، تخونيش، هموت، هموت. الحقوني، 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 الحقوني. يا زينب، يا حط الله، يا زينب، الحقوني، الحقوني يا اللي بره، يا عبد الله، يا زينب الحقيني يا بنتي، الحقيني هيموتوني، فريدة جاية تموتني. زينب، عبد الله، يا اللي بره، الحقوني، 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 الحقوني. أول ما عرفت إن أنتِ تعبانة جيت لك على طول. عاملة إيه؟ طابق ما افتكرت يا بنتي. عايزة تعرفي أنا عاملة إيه؟ بطلع في الروح، بموت، بموت في اليوم 100 مرة. انت ما تعرفيش يا كريمة، انا جبت التصريح عشان اجي ازورك هنا ازاي. انا عملت المستحيل عشان بس تعرفي ان مفيش حاجة بعيدة عن الرجال. قالوا لي ان انت قاعدة في حبس انفرادي. عملتي ايه؟ بقول لك انا تعبانة، تعبانة قوي، انت ما بتفهميش. السجانة قالت لي ان انت اتجننتي، ان الناس كلها كانت خايفة تقرب لك. حلوة قوي اللعبة دي يا كريم، حلوة. صدقني انا ما كنتش اعرف ان دماغك سمة قوي كده. انا بشوفهم بيقعدوا معايا وجنبي وبيكلموني. طب ما انا كمان بشوفهم يا كريمة. بشوف عبد الله، بشوف عمي، وبشوف فريدة. اقول لك على حاجة، انا بحلم كل يوم بشمس واللي عملته فيها. اقسم بالله، اقسم بالله لو ما اتعدلتي لاكلك بسناني واجيبك من شعرك. هي دي كريمة، هي دي، هي دي امي اللي انا عارفاها. الناس كلها ممكن تتجنن، حتى جبرية نفسها ممكن تتجنن، انما انتي لا. اختك شاهد فين؟ بعتك ولا بتسأل؟ بعتني وزينب. والله انا رحت وقلت عشان تعرفي بس مفيش حد في الدنيا باقي لي غيري. أنا عايزة أخرج من هنا. بسيطة. إزاي يعني؟ أصل أنا قعدت مع المحامي بتاع مروان، قعدت قاعدة على رواقة كده. وهو حتى اللي جاب لي التصريح النهارده عشان أجي أزورك، وقال لي أعمل إيه بالظبط. أصل الفريسة دي عاملة زي السحر يا كريمة، تخلي الحجر ينطق. طب ما تقولي قال لك إيه؟ قال لي ان احنا نقول ان البت سينا دي كدابه، وهي اللي قتلت محرم، وان حد وزعها عليكي، وفهمها بقى ان ده هيخفف الحكم عليها. عايزاكي تروحي لاختك شاد تقولي لها تيجي وتقف معايا وجنبي. ما انا مش هقضي طول عمري في السجن. وتروح للبنت اللي اسمها سينا تقولي لها كل الكلام اللي انت بتقوليه ده عشان تغير اقوالها. سامعه؟ هعمل لك كل اللي انت عايزاه يا كريم، بس حقي بقى وحق ابني، هعمل فيه ايه؟ يا بنتي حرام عليكي، هو انت لسه الزفت ده في دماغك بتفكري فيه؟ اه بفكر فيه يا بنتي يا حبيبتي. اختك زينب مستحيل. مستحيل ايه؟ مستحيل تقتل؟ مستحيل تسيبك؟ مستحيل تاخد مروان في عبها عشان تاخد كل حاجه؟ مش مستحيل يا كريمه، هو ده اللي حصل. وزي بقى ما انا كنت معاكي في كل حاجه يا كريمه، انت كمان هتبقي معايا في كل حاجه. لا 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 لا، ده انت اتجننتي جنان رسمي. انت عايزاني يا بنت اطوعك على اللي في دماغك ده واقول لك روحي اقتلي اختك زينب وحفيدي؟ لا اتجننتي. عايزاكي تساعديني اخد حقي. كسر حقك. حقي ايه يا محامي؟ انت عايزه تموتي اختك؟ اه هاتيك قوي. دي اخرتها يا كريم؟ تابع جميع حلقات هذا المسلسل على viu.